لضيوفك الكرام والمشاهدين مشاهدي القناة الرياضية. زميل عادل العلوي صحفي رياضي بالإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة الرياضية. ربما غنبداو معك بالتغييرات، لأنه دول والاختيارات وكيفاش دبر وحيد يعني المعطيات ديال مباريات المنتخب الوطني المغربي في هذه البطولة، فتطرح عديد علامات الاستفهام خصوصا أمام المنتخب المصري. صحيح زميل عادل فيما يخص هذا الموضوع، وهو يعني باش نكونوا واضحين الان الخطاب الرياضي المفروض ان نتوجه به للطاقم التقني لوحيد والطاقم التقني المرافق له، هو خطاب رياضي لا يمتلك للرياضيات، واي فلسفه تخرج عن هذه القواعد الاساسيه الخاصه بكره القدم تكون عواقبها بطبيعه الحال وخيمه ونتائجها كارثيه. منذ لحظات تحدث لا الزميل الشمامي ولا ايضا سي بوعبيد بودل على التغييرات وعلى ايضا الاختيارات، وهما الان مربط الفرس، ويعني المشكل الاساسي فيما يخص النتيجه التي حصل عليها المنتخب الوطني المغربي مع المدرب وحيد خليلوزيتش، اللي نذكر لانه في ثلاث مناسبات هذه راه البطوله الافريقيه الثالثه له اللي حضر فيها، حضر في سنة 2010 مع الكوت ديفوار وخرج في الدور الأول، حضر في سنة 2013 مع المنتخب الجزائري وخرج في الدور الأول، و2022 مع المنتخب الوطني المغربي وخرج في دور ربع النهاية. ما يعاب على وحيد، وكما تعرفوا الإخوان التقنيين ربما يشطروني الرأي، على أنه وحيد خليلوزيتش لم يمتلك أسلوبا في التنشيط لا هجومي ولا دفاعي. الآن تشوفوا على أنه المنتخب الوطني المغربي لعب بدون هوية، لعب وكأنه يلعب يعني مباراة سواء استعراضية أو مباراة من أجل بطولة أخرى وليس من أجل التأهل أو من أجل لقب إفريقيا. تتلاحظوا على أنه شوف غير التموضع ديال اللاعبين والدور مثلا اللي أعطى الأمرابط، أمرابط لعب أعطاه أنه دور دفاعي يحرث الملعب طولا وعرضا سواء لمساعدة حكيمي في الجهة اليمنى أو أيضا لإعانة ماسينا في الجهة اليسرى، علما أن ماسينا قدم مباراة قوية أمام المنتخب المصري وتمكن من حصر 26 ثنائية من أصل 36 ثنائية، 26 ثنائية اللي يمكن أنه يحصرها أمام المهاجم الخطير محمد صلاح. زيد على ذلك الاختيارات اللي يمكننا نتناقش فيها، أولا دخول غانم سايس مصاب وتم اعتماده اساسيا في قلب دفاع المنتخب الوطني المغربي، اشراك اللاعب الحدادي لمده 110 دقائق، علما ان منير الحدادي تعرفوه في الليغا الاسبانيه راه بالاحرى بالكاد تلعب ربع ساعه وتتم اخراجه في طقسين يمكن نقولوا طقس اللي هو معتدل مناسب لاي لاعب من اللاعبين، ماشي في الطقس اللي هو تتميز به الكاميرون وايضا ياوندي، بالاضافه الى الاعتماد على برقوق ثم اخراج لاعب بوفال اللي ذكر منذ لحظات شمامي على اننا لا نعرف اسباب اخراجه وتبديله بلاعب اخر في تلك الظروف. هنا الان يمكننا نقولوا شنو هو الان يعني الاسلوب والمغزى من 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 من, من الاعتماد على هاد اللاعبين وعلى هاد الشكلة على هذه الشكلة بالضبط أمام منتخب متمرس. ونزيد إضافة أخرى أنه ما أتيحت للمنتخب الوطني المغربي من لوجيستيك وملاعب للتدريب وملعب رئيسي رسمي لإجراء المباريات راه هو تيحلم به كل مدرب من المدربين اللي شاركوا في هذه البطولة الإفريقية، لأن المنتخب الوطني المغربي لعب خمسة المباريات ديالو ملعب أحمد وحجو، كانت الأرضية ديالو جيدة جداً، كان تيلعب مدينة ياوندي في الساعة الخامسة اللي تتعتمد على درجة الرطوبة أقل من درجة الرطوبة مدينة قروة وأيضا مدينة دوالة اللي لعب فيها المنتخب المصري. مصر يلعب في قروة ولعب في دوالة ولعب في ياوندي ورجع يلعب في ياوندي، بمعنى أنه تعذب على مستوى الملاعب التدريب على مستوى الملاعب الرسمية وعلى مستوى الإقامة، ما نساوش هذه القضية. أكثر من ذلك لعب 100 دقيقة في المباراة ديال كوت ديفوار ولعب مباراة أخرى بنفس المستوى واللياقة البدنية أمام المنتخب الوطني المغربي، معنى ذلك أنه كان جاهزا بدنيا ولم نكن نحن جاهزين بدنيا.
زيد على هذه الامور ان الطاقم الموسع الذي يضم وحيد خليلزوج واللي كان معه في بنك البدلاء لم يكن يعني لم يفيدوا على مستوى التنزيل، وعكس الطاقم التقني اللي لاحظناه اللي كان مع كيروش ولاحظناه كيفاش كان يعني بسلبياته، وعلى اي حال تدخل في اطار لعبه كره القدم وفي اطار ما يعرف باللغه الدارجه التحرميه ديال كره القدم، وهو ما كنا نفتقده في مباراه امس، وما كنا والشيء الذي ادى ايضا طبيعة الحال الى هزيمتنا والى خروجنا المبكر من هذا كاس امم افريقيا. واعتقد زميل عادل انه الان يجب تجاوز هذا الوضع ديال اننا ادخلنا واخرجنا، الان ما حصل حصل، والخروج المبكر خرجنا منه كما خرجنا في 2017 وكما خرجنا في 2019. الرهان الان سي عادل العلوي، الرهان الان كاس العالم من اجل محود الصوره، من اجل مصالحه الجمهور المغربي اللي كنعرفوا العشق ديالو والحب ديالو للمنتخب الوطني المغربي وكل ما له علاقه بهذا الوطن العزيز. صحيح، الان المنظومه ديال كره القدم او التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي راه ما نقولوش خايبه، التشكيله على مستوى الفرديات تشكيله هائله جدا، تيخصها اللحمه وتيخص هذيك صانع صانع الالعاب وتيخص هذيك القائد ربما طبعا، والتدبير سواء التدبير ديال داخل الميدان او التدبير ديال الكوتشينغ الذي كان ينقص ايضا وحيد. انا اقول انه هاد النخبه ديال اللاعبين يجب الاحتفاظ بها وتدعيمها، ما فيها باس اننا كنخصنا قائد، وتنعرفوا على انه القائد يمكن كاين ولكن بعض الحزازات بعض الحساسيات بعض الصراعات الثنائيه خلتنا على انه يكون خارج التشكيله وبالتالي ما يشاركش. الان حاجتنا اكثر اليه وبامكان اصلاح الامور، تتوقع هذه الاشياء كلها تتوقع في منتخبات، راه وقعت حتى منتخبات كبيره، راه وقعت يعني في المنتخب الفرنسي مثلا مع 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 بنزيما لم يكن في وقت من الاوقات نتمنوا سعاده رب دار نافعه كما يقال دائما الرهان انه يكون الافضل بالنسبه لكره القدم الوطنيه.